سر السعادة في الحياة طاعة الله وترك المعاصي. السوق. في دراسات واجد اثبتت ان المرأة لما تتسوق تاخذ طاقتها السلبية كلها تروح. وجود الأهل معك حولك يعني غير كذا انا ما اتوقع في شيء ثاني. سر السعادة المال. فلوس. تجيب كل شيء. زلط. تجيب كل شيء. كم من إنسان غني لكنه مو بسعيد؟ مو بصحيح الكلام. لكن اللي قنعان، الفقير إذا قنعان باللي عنده يستأنس بالإمكانيات اللي عنده. الواحد لما يكون قنوع وقنعان في اللي رب العالمين مكتب له إياه في حياته، في الناس اللي حوله. الصلاة والإيمان وذكر الله. أنا بوجهة نظري إنه النجاح هو النجاح هو اللي بيجيب السعادة. توكل على الله في البداية. تصفي النية يا الناس، هاي أهم شيء.